Ilahi anta dhu
وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذ بالقدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الخروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل
مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن السمائل صلى الله عليه. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم لسادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. شهر الربيع وفانا عبد العالمين.